انتشر من ساعات خبر نقل الفنان او المؤلف الكبير شوقي عبد الحكيم صاحب الفيلم المعروف واللي هو من تاريخ السينما المصرية واللي اغلبنا طبعا سمع وعرفه، فيلم شفيقة ومتولي بتاع النجم الكبير رحمة الله عليه احمد زكي والنجمة الكبيرة سعاد حسني رحمة الله عليها. والخبر حقيقي او اللي حصل زعل ناس كتير، ان ازاي نجل الفنان الكبير شوقي عبد الحكيم صاحب الأعمال المميزة جدا يوصل بيه للدرجة دي إن هو يكون مش قادر يصرف على نفسه أو قاعد على الرصيف وبيحاول يرسم أي لوحات بحيث إن هو يعرف يعيش حياته أو يصرف على نفسه أو حتى يجيب أكل لنفسه بالعافية. وبعد انتشار الخبر بدأ يتدخل كتير من المؤسسات ودار رعاية كبار السن إن هم يتكفلوا بالموضوع، وبالفعل فعلا تحركوا وأخدوه من الشارع وقعدوه في دار رعاية كبار السن، لأن أكيد طبعا قيمة وقامة زي الفنان شو عبد الحكيم أكيد ابنه لازم يتعامل معاملة كويسة، وأي حد أكيد محتاج أي شيء لازم يتعامل معاملة كويسة ويكون في رعاية كويسة ليه. معلومات عن الكاتب شوقي عبد الحكيم، هو كاتب مسرحيات وروايات كتير أوي وباحث في التراث الشعبي. أعماله الشهيرة جدا شفيقة ومتولي وبرضه فيلم أو مسرحية حسن ونعيمة. وتوفى الكاتب شوقي عبد الحكيم 19 أغسطس 2003، ورجع اسمه يظهر النهاردة أو امبارح بعد ظهور طبعا نجله بشكل سيء أو طريقة لبسه أو قعدته على الرصيف وكده. أكيد يعني الناس تذكرت أعمال الكاتب الكبير شوقي عبد الحكيم واتضايق طبعا من وصول ابنه للدرجة دي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.